وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية أعلن أن تشييد مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي الذي سيزود الأسواق الأوروبية بالغاز مرورا بعدد من دول غرب أفريقيا من المتوقع أن ينطلق العام المقبل. التصريح أوردته وكالة الأنباء النيجيرية وجاء خلال استقباله بأبوجا وفد مغربيا يرأسه سفير المغرب بنيجيريا، حيث جدد الوزير النيجيري التأكيد على أن بلاده مستعدة ومهتمة بهذا المشروع الواعد الذي حقق تقدما مهما إثر توقيع 4 مذكرات تفاهم في يونيو الماضي. نستمع لإدريس فينا الخبير الاقتصادي من الرباط، حواره محمد بن عبو. بالنسبة للقلق هذا خبر طبيعي الحال جيد، هذا يعني أن الدراسات التقنية انتهت، أماكن ديال المرور الخطية أصبحت الآن محددة بشكل نهائي طبيعي الحال، وكذلك يؤكد بأن التمويلات المالية لأن هذا الخط غادي يتطلب واحد التمويلات مالية كبيرة جدا، إذا هذا يعني أن التمويلات هي كذلك أصبحت جاهزة. هو أنبوب غاز استراتيجي لأن كما كنعرفوا المغرب وعدد من دول غرب إفريقيا هي كلها كتستورد غاز طبيعي لحاجيات ديال الاقتصاد ديالها. المغرب كذلك، إذا مرور هذا الغاز من دول غرب إفريقيا موريتانيا إلى المغرب ثم باتجاه أوروبا هذه يسمح بتوفر على واحد العرض من الغاز الطبيعي بأثمنة جيد تنافسية، وغادي يمكن المغرب بطبيعة الحال باش يوفر إمكانية مالية هائلة عن طريق هذا الغاز. هذا بطبيعة الحال المرور ديالو عبر المغرب وعبر الدول سيكون مقابل مادي، لأن المغرب غادي يكون الحصول على كمية من الغاز مقابل مادي، هذا يعني أن الغاز غادي يكون تتوفر على المغرب بتكلفة جد منخفضة.